سكت عنه تعلمنا من امك فاطمه الزهره. الضلع مكسور تمشي مرافقه اللجمه بخطوات المشي يا حسين متعثره. الم جرحك الم جرحك وجرح الباب متعديه تصيح بصوت وين المنقطع نهره. الم جرحك وجرح الباب متعديه تصيح بصوت وين المنقطع نهره. يمه من بعيد جيتك واحضر المأتم من بعيد جيتك واحضر المأتم. أوراق وقلم للجاية محضرة من بعيد جيتك واحضر المأتم. أوراق وقلم للجاية محضرة بس سجد العرش مكتوب علوانه. أبوي المصطفى سجل لك العبرة أبوي المصطفى سجل لك العبرة صح؟ صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. صاحب المعراج والطير الطاير والعلم الزاير المنصور الميت أبو القاسم محمد بعلى أصواتكم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان والتوفيق والطاعة والرضا لرب العالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أهل البيت بمصاب الحسين والمستشهدين معه يوم عاشوراء. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده. اللهم انصر أبناءنا المقاتلين نصرا عزيزا. ثبت أقدامهم اجعل القوة في قلوبهم يا رب العالمين. من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن لجأ إليكم.
يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. وقد نصر الوحي العزاء ببيته وقد نصر الوحي العزاء ببيته عليك حدادا عليك حدادا والمعزى يا محمد وشاطرت الأرض السماء بشجرها فواحدة تنعى وأخرى تعدد فأي قتيل أصلت الشمس جسمه ضوئك واحد واقف بالسوق ويصيح بصوت عالي أنا غريب أنا غريب إجا الإمام زيد العابدين قال له أنت غريب قال له نعم قال له هسه إذا تقع في الأرض الآن توقع وسط الناس وتموت شنو راح يصير تبقى على الأرض مرمي قال له لا أنا بين المسلمين راح يحملوني ويغسلوني ويكفنون ويدفنون قال لا إذا أنت ليس بغريب إنما الغريب من بقي بلا غسل ولا تكفن تقول أنا غريب الغريب ذاك البقى على الرمضاء فأي قتيل أصلت الشمس جسمه وهو إلى ومشهدها من أصله متوقد وأي ذبيح داسة الخيل صدره هاي هواي هواي تستقبلها فاطمة إذا من قلبك قلت وحسينا لأن تدري أنت تدري أهل البيت أهل البيت يباعون للقلوب ها للقلوب أنت فأي ذبيح داسة الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد يقول الإمام زين العابدين أنا في خيمتي وأسمع أضلاع أبي الحسين تتكسر امشونا أنا وياكم امشونا امشونا سوية نمشي ويا زينب ها زينب شو تقولي والسدرة والسدرة ما ينشال شيلا ما ينشال شيلا
والسدرة والسدرة أخوي مرض رضى ضلوعه والله والسدرة والصدرة والسدرة يا أبو الجاب كافورة إيه والسدرة والسدرة ومن غسل غريب الغابرية يا من غسل غريب الغاية يا غريب اسمعني ما دام طلعت الحنة من قلبك ها يقول له زينب يا علي زينب من قوضة ولياها طلعت والمهر عاري يا حيدر تلقى صاحت وين اخوي حسين صاح المهر وياها يا زينب طاح باليمه يا زينب سابح بدمه يا زينب طاح باليمه يا زينب طاح باليمه يا زينب سابح بدمه آي ناخذ ماي ويانا جبت العطش ما ردها زينب للمهر قالت وهي على الهضم جمضه يا مهر حسين روح وياك خاف حسين ما يرضى انا من اطلع خيالي يصير لعيون الزلم عرضه اخوي حسين ما يقبل وخاف ان المهر يزعل لكن اجب على التيل وانده وين اخوي حسين بل جب يسمع الندى قال المهر يا زينب جنج ما بقى لجراي والله ما بقى لجراي ابن امك وقع ويصيح يا هالواد مريد نجيب الماي يا زينب وانا الاخذك وياه ويشرب والد سكينه ومن يشرب يفك عينه ونحاجيه ويحاجينا وبمعصبك يا زينب جروح التكلف انشده زينب زينب للمهر قالت الله يرحم حجي وعين السلام زينب للمهر قالت يا مقدر مردت جبدي والله مردت جبدي اخوي حسين يطلب ماي وانا الماي ما وحسين وغريب وعطشان اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتل عيدك وصوتك اللهم العنهم جميعا اللهم العنهم جميعا
مصائب زينب صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها التي ألقتها في الكوفة. ويحكم أتدرون أي دم لرسول الله سفكتم وأي حرمة له انتهكتم وأي كريمة له أبرزتم؟ لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لقد جئتم بها خرقا شوها كطلاع الأرض وملء السماء. أفعجبتم إن مطرت السماء دما والعذاب الآخرة أخزى؟ فلا يستخفنك المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربك لبالمرصاد. صدقت مولاتنا أم المصائب زينب سلام الله عليها. ونرجو من الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. ثلاثا صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يختلف في النظرة وفي التقييم شيعة آل البيت عن كل المجتمعات بخصوص هذه القضية، وهذا الاختلاف في النظرة والاختلاف في التقييم له منشأ وله سبب، فخلي نعرف السبب والمنشأ ثم نعرف أدوات وآليات الاختلاف في النظرة والتقييم. المنشأ والسبب الأصيل هو العلاقة الاستثنائية التي صرح بها بلسان أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهذه العلقة والعلاقة الاستثنائية كشفت عن نوع من الترابط وعن نوع من التواصل لا يوجد عند الآخرين إلا إذا توفرت فيه نحو الأسباب نفسها والمقتضيات نفسها. إذا توفرت نفس الأسباب ونفس المقتضيات ممكن يجي واحد يقول هذا علاقته بأهل البيت كعلاقة شيعتهم به، وأكو أرقام وأسماء حدثت عبر التاريخ لأن توفرت نفس الأسباب ونفس المقتضيات. أهل البيت صرحوا بأن الشيعة والموالون والمحبون لهم والمتبعون أكو فرد علاقة تكوينية بيناتهم. شلون العلاقة التكوينية؟ مثل علاقة الأب وابنه، هذا علاقة تكوينية.
يوم اللي الله عز وجل يجي يقول للإنسان دير بالك على أبوك، دير بالك على أمك، أكو سبب وأكو مقتضي، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله ما خلاها فارغ المسألة، ما خلاها عبثية، لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بنفس الوقت يعلمنا ويعرضنا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. واقع الحال، وكفوا آيات حملته كرها ووضعته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، هذا كل ليش؟ لأن أكو سبب ومقتضي وأكو عامل مهم وهو العلاقة التكوينية. لذلك اليوم لما تشوف أكو خلل بهاي العلاقة يصير عندك شيء من التعجب والتحير. لما أكو علاقة خربانة بين الوالد والولد، بين الأم والولد، هذا الموقف بصراحة يلفت النظر، يثير الاستغراب. ليش؟ لأن المسألة تكوينية. يعني هسه أنا وياك إذا شوية إحنا خلنا نتعاتب من الليلة، من الليلة خلنا نبدأ العتاب. إذا شوية نتعب أنفسنا وننظر للأمور الوثائقية، للأمور الحية، خو مو كلها أفلام، خو مو كلها مباريات، خو مو كلها مسلسلات. أنا أعطيك ضمان، إذا أسوي لك برنامج يومي للتأمل والتفكر بهاي الأمور الحية الوثائقية، برنامج حيوان، برنامج جبال، برنامج طبيعة، برنامج فلك، برنامج تقنية، تكنولوجيا، أي جانب من هاي الجوانب تعيش وياه حياة حية. أبويا وخروا القلاص من إيده، هذا طلعوا من إيده القلاص، شوية انتبه هاي المسألة، لا تجمعون علينا البلائين، هم هو بلاء منا وهم تحطون بيده قلاص نايلون، ما تصير. بني آدم كل شوية ندرس وضع. صلوا على محمد وآل محمد. التبه، هاي مسألة جدا مهمة. يعني مرة أنت تفكر لي بالفلك، مرة تفكر لي بالأحياء، مرة تفكر لي بالجغرافيا، مرة تفكر لي بالماء، بالبار، بالبحر، هذا يعطيك جانب، يعطيك لون من الثقافة. لا تخلي كل وقتك تفرج وتفسح ومخالطات، هذا ترى تجني على نفسك، عمرك يضيع هدر. إذا كل تفسح، كل تفرج، كل مخالطة، العمر يمضي هدرا. إذا عاش المرء 60 عاما فنصف العمر تبحقه الليالي، ونصف النصف يمشي ولا يعرف يمينا عن شمالي، وما بقى من العمر هم وغم وانشغال في العيال. وين شغل بعد الإنسان لما يجي يباوع؟ كثير من الناس الآن يسألوا الناس الكبار الشيبة، قل له ما تسولف لي على عمرك، أعتقد يتحسر يلا يجاوبك، وبعضهم يبكي يلا يجاوبك، وبعضهم ما يجاوبك. لأن شي يريد يقول لك، إذا هو نوح عاش 2500 عام وإجا ملك الموت يقبض روحه وكان بالشمس واقف، قال له أزائر أم قابض؟ قال له قابض. قال له زين أنا بالشمس، خلينا أروح جوا ذيك الشجرة بيها مجال، نبي يستحي من عنده، قال له روح توكل بالله. راح وقف نوح تحت ظل الشجرة، قال له أريد أسألك قبل لا أقبض روحك يا نبي الله، الموت في الشمس والظل واحد؟ أنا قبض روحك بشمس، أقبض روحك بظل، هو واحد، ليش ردت؟ قال له ردت أحسب عمري، قد عمر نوح بس فترة الدعوة 1050، والروايات تقول عاش 2500 عام. شكم جيل، شكم زمن، شكم دولة؟ قال له وما هو عمرك يا نبي الله؟ قال له عمري كله، هاي 2500 هي انتقالي من الشمس إلى الظل هاللحظة، هذا عمري كله. فالإنسان وين عمره ويجي يضيع الوقت هدر؟ أنت شايف اللغة الموجودة اليوم عند أولادنا؟ والله مو طيبة، والله ولا بيها ثقافة، والله ولا بيها وعي، فرد لغة عجيبة غريبة. واحد وين يخلص الوقت؟ هاي من ضمنهم لأني واحد، والله ضوجة وين يخلص الوقت؟ هاي ما تدينا شوية وقت؟
ما تعطينا اذا عندك زايد تبيع لنا وقتها. شنو الكلام هذا؟ شنو وين واحد يخلص الوقت؟ الانسان اذا نظم حياته لا يجد دقيقه فراغ، دقيقه فراغ ما يلقى. هذا اللي يقول وين يخلص الوقت هذا بطران بمعنى الكلمه. والا الانسان ينظم حياته ما بين التفكير، ما بين العمل، ما بين التخطيط، ما بين الحقوق، ما بين الواجبات، خلاص. لذلك هاي لحظة عتاب تحملها على حب أهل البيت، أنه الإنسان إذا يضيع وقته بالتفرجات والتفسحات والمخالطات لا ما ينتفع. فلذلك ذني برامجي في دمك، شاهدنا وين؟ أنك إذا تتأمل شوية ببعض الأمور الوثائقية فيما يخص الحيوانات أجلكم الله تلقى بيها فرد بعد تكويني. هذا بر الوالدين والحنان والعاطفة موجود في الحيوانات. فلذلك الله يوم اللي قال بر والدين قضية تكوينية، فهذا نوع من العلاقة التكوينية بين إنسان وإنسان. نحن علاقتنا بأهل البيت تكوينية، ارتباطنا بهم تكويني، ارتباط الولد بوالده، ارتباط الولد بأمه. هذا لازم نفهمه. تدري ليش لازم نفهمه؟ حتى قلت لك يفيدنا في النظرة والتقييم. لا تنسى الكلمة الأولى اللي انطلقنا بها، ينطينا مساحة أن نظرتنا لمأساة أهل البيت شلون نتعامل وياها. تقييمنا لقضية أهل البيت ومأساة أهل البيت شلون نتعامل وياها. فلذا علاقتنا تكوينية. يقول الإمام الصادق عليه السلام: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا. شيعتنا انخلقوا من الطينة التي نحن خلقنا منها، طينة التكوين. هذا ينطينا بعد الوالد والولد والأم وأبنائها، هذا جانب. اثنين، الارتباط الآخر، البعد التشريعي، بعد الهدف وبعد الفكرة وبعد الغاية وبعد حتى الأدوات والآليات. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا؟ شفت؟ ترى خلي في بالك، يعني هاي معلومة كنت أحفظها، أكو كلام بحق علي بن أبي طالب عليه السلام نفس هذا الكلام، قال برواية وينقلها جمهور المسلمين: علي مني وأنا منه. علي مني وأنا منه، مو بس رواية حسين مني وأنا من حسين، فاطمة بضعة مني، كل إشارات. لكن هذا اللون هو بعد آخر، غير بعد الدم واللحم، غير بعد التكوين والخلقة، هو بعد الارتباط المعنوي. فنحن من هنا كبعد تكويني، ومن هنا كبعد تشريعي، فكر وإرادة وارتباط معنوي. ارتبطنا بأهل البيت ارتباط الحق، ارتباط المبدأ، ارتباط المثل التي ينجو بها الإنسان. فهنا جاء، خلنا نرجع عنك شوي خطوة لما ابتدأنا به، جاء التقييم وجاءت النظرة التي نحملها على ضوء هذا الأساس وعلى ضوء ما نحمله من اعتقاد راسخ بحق أهل البيت. فلذلك حزنهم حزننا، فرحهم فرحنا. الإمام الصادق يكمل الرواية: شيعتنا خلقوا من فاضل طيبتنا، طابوا بطيبتنا، كما هو مشهور عندك يفرحون ويحزنون. هذا الارتباط، هذا انعكاسه، هذا الجانب المتفرع منه، أنك إذا مرتبط بشخص ما يفرحه يفرحك، ما يؤلمه يؤلمك، ما يحزنه يحزنك. وهذا يعتبر شيء مقدس لازم نحافظ عليه. اختلفنا به عن الناس، وسميت لك يا قبل شوية علاقة استثنائية. يوم اللي إجا غاندي ارتبط بأهل البيت، يوم اللي إجا أنطوان بارا ارتبط بأهل البيت. فلت حادثة أنا شفتها في أوروبا لفتت نظري، قصوا ليها الإخوة اللي كنا في خدمتهم أيام خدمة الإمام الحسين عليه السلام. ذولاك الإخوة يعني إحنا ما عدنا معاناة اليوم، يمكن كانت عدنا معاناة
قبل التغيير اللي صار في حياتنا قبل 2003 كانت عندنا معاناة في إقامة مجلس الحسين، الكل يشهد لها، الخطيب عليه جزء من المعاناة والمجتمع، وضريبتها كبيرة، ضريبتها كبيرة عشناها إن شاء الله، الله لا يعودها إن شاء الله تعالى. فهناك المعاناة وين؟ مو معاناة من حيث القانون الموجود يمنع إقامة المجالس، لا، ماكو هيك. أكو حرية، أكو ديمقراطية، بس أكو نظام إداري. يعني أنت لما تجي تسد شارع وتسوي مجلس للحسين لازم تستأذن، استئذان يصير قانوني يسموه إجازة، هاي الإجازة تبيح لك التصرف، تعطيك مجال في التصرف. إيه سد شارع، افرش، عطل هذا المكان، لأن عندك إجازة، الدولة عتها تصرف. أنا رحت مرة أخرى إلى أوروبا ومشيت مسيرة 40 في أوروبا، شفت أكو احترام لهذه الشعيرة، يغلقون شوارع أثناء المسير، وتنزل القوات وتنزل الأمنيات حتى يديرون هاي الشعيرة بينما تتم، أكو احترام إلها، أكو إجازة، أكو فرد مندوحة في إقامة هكذا. بس أصحاب المجلس عندهم معاناة، شنو معاناتهم؟ لازم يلقى مكان يحوي الناس، أقل شيء المجالس إذا تريد تعدلها إعداد يحضرها فد 5000 فرد عدد في أيام محرم، 5000. زين هي 5000 حكي، وين تحطهم؟ وين تفرش لهم؟ وزين هناك أوروبا وخصوصا لندن يسمونها مدينة الضباب، أقل مطرة، أقل مطرة 9 ساعات، أقل مطرة أنا شهدتها 9 ساعات 10 ساعات، ويسمون المطر هناك شاور، شلون الدوش. زين هذا وين؟ لازم ما تجازف انت وتحط بالشارع، اذا تحط مجلس بالشارع هنا كون الا قبل المجلس تنذر الام والبنين، يلا تتم الامور حتى تمشي، لان على الطقس وعلى الاجواء ما تقدر تجازف بالناس. هذا خلي في بالك. اثنين، هذا انت لما تاخذ اجازه بالمكان، تعال قل لي سيارات الناس وين تحطهم؟ خو ما تحطهن بالشارع. لا مولانا، خاف شوية، المرور عندنا حايط نصيص هالأيام، وحال الضيم حالة من ورانا ومن ورا ثقافتنا وعنجهيتنا ومن ورا تمردنا، احنا ما نحترم شرط المرور للأسف. وأنا أقولها دائما، كان عند المسدس أبو البكرة وخخيت اللي خالف، هسه حاط لك منا الكلاشينكوف بالنقطة، وما حد يحترم شرط المرور. ليش؟ أقولها وافهمها وانت كملها، الما يسوقه خلاص انت تفهم ان شاء الله شو وقت تحط حد لهاي النقطة. فهناك اخو مو تحط لي مكان تجيب الناس 5000 ذولا، وين تحط سياراتهم؟ على الاقل اذا نريد نقسم تقسيم رياضي كل 4 بسيارة هنفرد 2000 سيارة على الاقل، وين تحطهم ذني؟ خو تسمح تحطهن بالشارع؟ لا مولانا، 60 دقيقة يبدي العد عليك غرامات، اكو وقت للسيارة بالشارع مو هيك. فلازم يشوف لهم مكان لسياراتهم. الله، جاي تحسب المعاناة لو لا؟ مكان للناس، مكان للسيارات. بعد دير بالك نقطة ثالثة، ما نريد صوت عالي يأذي الناس، الصوت العالي يأذي الناس، كون فرد شيء باعتدال بنظام. هاي كلها نظام إداري. أنا أتذكر قبل سنتين قريت في ساحة الملكة مالتهم، ساحة الملكية يسمونها الهارد وارك، الملكة ما عندها مانع، عطتهم إجازة، صلينا الظهر والعصر بالساحة وقرينا مقتل الحسين وكملنا مجلسنا وأكلت الناس وانصرفنا العصر ومشت الأمور، وبإجازة من الملكة، ما عندهم كل مانع. احترم احترام. زين يراد لك مكان للناس، مكان للسيارات، نظام إداري. فخطية أنا شفتهم يتعبون، يلا يهيئون هاي الأمور، تعب. هذا التعب طبعا ما يحصل بليلة ويوم، مو مثله ومثلك، خابر أبو الشرطة، خابر أبو المرور، قل للناس دق لافتة، ها حار ومكسب ورخيص، احنا بنعمة ترى، ويراد لنا شكر ويراد لنا مدارات لهذه النعمة. انعسرت بيهم الأمور قبل كم سنة، قرب عاشوراء ومكان ما محصلين.
وتدري هذا أبو الموكب لما المجلس ما ينعقد والمجلس ما يصير تصير الدمعة هنا تتلولح، اللي حاكي اللي طخر يبكي، أكو بيهم ناس أوفياء مخلصين. سبحان الله، قرب محرم وما عقدوا المجلس، ظلوا يقعدون يتلاومون. ها أكو بعضهم شي يقول له عم الحسين ما يريدك هاي السنة، أكو هيك بعد رأي، كل من بعد يذب رأيه. والله وجاهم واحد بشرهم، بشروا قالوا له ها، قالوا مالك واحد عنده مكان مال غسل وتشحين، وهذا مكانه كبير ومرتب، لان هم شو يسوون مولانا؟ ياجرون ساحه، هاي الساحه يغلفوها، هاي يغلفوها بعد ياثثوها لاقامه المجلس، تتاثث تبريد تدفئه سواد، هاي الامور كلها شغل. قالوا مبشروا اكو مكان ومكان غسل وتشحيم وكبير وهو هذا المطلوب. قالوا له اي دلينا؟ قال لهم بس صاحبه يهودي. اوه شلون؟ تأذوا أكثر، صارت الحاجة يم يهودي. احنا مرات إذا واحد يريد يضرب له مثل الواحد يقول لك كون حاجتي يم يهودي ولا يمك من قد صعوبتها. فسبحان الله صاحب الجراج وهذا محل الغسل والتشحيم يهودي، لكن حبا للحسين تضحية للحسين راحوا له، راحوا لهذا. وين يعرف الحسين؟ وين يدل الحسين؟ وين يفهم هاي الأمور؟ حكوا وياه باللغة المادية، أجر لنا المكان لعشرة أيام. قالهم إيه ماكو مانع، فلوس إيجارات، قاموا يحسبون. بس هو شنو مبنى؟ يقول تعامل ويانا على هذا المبنى، إنه إحنا نأخذ الجراج بالليل وهو يأخذه بالنهار، أجركم إياه بالليل، خذوه بالليل من وراء المغرب لـ12 للصبح، بس أنا أرجع بالنهار لأن هذا محل عملي. قالوا له لا ما نقدر، ما نقدر، هذا لازم نوشح سواد، لازم ننطي معالم أخرى غير هاي المعالم، وهاي المعالم يراد لها شغل ولازم تبقى، ما نقدر بنفس اليوم نغيرها ونبدلها. قالهم إذا هيك اختلف السعر لعد، طلب ضعف. قالوا له خدمتك خلاص. هم بعد ما صدقوا والوقت ضيق عليهم بعد كم يوم المحرم، قالوا له ضعف ضعف خلاص، اخذ اللي تريده. هنا هاي اللحظة، انتبه لي أرجوك، هاي اللحظة اللي لبوا طلبه ونفذوا إرادته هي صارت سؤال في داخله. ذولا شبيهم شو قاعد يدفعون بس يريدون ياخذون المكان، شنو القضية؟ صار عنده فضول، فاتفق وياهم يومين يومين، هذا الفضول ما خلاه يرتاح أبدا. قام يسأل يمنى يسرى يمنى يسرى، جمع معلومات رجع لهم، قال لهم أنا أعتذر، I'm sorry، أنا أخذت منكم زايد، أرجع لكم الضعف اللي أخذت، ما أقدر. يومين يومين ما تحمل، إجا رجع لهم المال الزايد الضعف، قال لهم ما لكم، وأنا أريد أستراح 10 أيام، أريد أستراح. يشهد الله صاحب المجلس يقول من لسانه إلى أذني، يقول 4 أيام. اجى يوم مسلم ابن عقيل، ولان الرجال اجى مره ثانيه، ها قال انا ما مرتاح، كلش ما مرتاح، عمري ما عشت هذا الظرف، عمري كله اقسم لكم بالحسين يهودي، عمري كله ما عشت هذا الظرف، حياتي كلها صار لي هاي اليوم الرابع الى الخامس لا اقدر انام ولا اقدر استقر، ارجوكم اخذوا الاموال وخلوني ارتاح. خذوا، اخذوا الاموال من عنده، بعد ما قبل ما قبل ياخذهم. بس يقول على الرجل الحج، يقول روحه لايبه ما مستقره، بعد تدري عامل اللغه وعامل الثقافه. قال له شنو مشكلتك؟ ايش بيك؟ قال له احكوا لي، انا سالت عده اطراف وصلوا لي القضيه، وقاعد اتابع بعض التلفزيونات بعض القنوات، قاعد اشوف شيء يريد له جواب، هذا الحسين منو؟ قال له وصلت وصلت. ثقفوا، يشهد الله ما تعدت ليلة 8 محرم إلا ولابس له تيشيرت أسود وقاعد ويا الناس، قاعد بالمجلس، وليلة 9 و10 عاش ويا الناس. هذا ليش مولانا؟ ليش؟ لأن شافرت صورة مشرقة انعرضت إلى عن طريق محب
وموالي ومرتبط بالحسين. القضية هنا. فأنت تكوينا جذوريا أساسا أنت مرتبط بأهل البيت على نحو الخلقة والتكوين وعلى نحو الارتباط بالهدف والغاية. فلذا مأساة أهل البيت أحدثت في قلوبنا، أحدثت في داخلنا فجا عميق، حفرة كبيرة ما يمكن تنسد. اجوا طغاة، اجوا ظالمين مربين على حبك دور. أبد 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 مو شيء سهل. رحمة الله على ياسين، مو شيء سهل. عن سابق علم يا حسين وعن تركيز بالفكرة حبيناك وتبعناك ونتوقع غصص مرة، نتوقع وقت محذور وساعات التمر خطرة ما بين اليكيدن وبين يدبر الغدرة، مع إحساسنا هذا والشفناه وننتظره آمنا وتوطننا على كل شيء بعد يجري. معلوم اللي يشم أزهار يوغز الشوك بالشجرة، على ريحتكم شنو الأزهار. شوف هاي الحقيقة اللي ترجمها شيعة آل البيت، أنهم بيّنوا ووضحوا الأخدود الذي حدث في قلوبهم بسبب مأساة آل البيت. وهذا اللي هو قاعد يصير على نحو البكاء والنحيب واللطم وغيرها. ومن ضمنه هذا المظهر وهو المشي لأبي عبد الله، تحمل تحمل مشقة. أنا وياك منا نمشي لنا 9 أيام 8 أيام، رحت لمقصر، أنا رحت للفاو، رحت الأماكن على الحدود، ناس تطلع قبل 22 يوم 23 يوم شنو هاي، ومنتظر الزيارة فارغ الصبر، وتشوفه مريض وتشوفه معوز وتشوفه تعبان، لكن عايش على أمل إيش وقت تجي زيارة الحسين. حقيقة هذا اللي كشف عن نوع العلاقة. فاختلف، خلنا نرجع لهاي النقطة، فاختلف شيعة آل البيت ومحبيهم ومواليهم في النظرة، في النظرة الفكرة والتقييم لهذه الحادثة، فصارت ردود أفعالهم بهذا المستوى. لو قطعوا أرجلنا نأتيك زحفا. شفت هذه الحقيقة اللي ترجمت وما شاء الله. بس احنا خلي نجي نقرأ تقييم أهل البيت بحاجة إلى شوية. هذا عتاب ثاني، سجل الملاحظة الثانية في العتاب، قلبك وياي وعقلك. احنا إذا نبقى على تقييمنا يصير عندنا خلل، إذا نبقى دائما على تقييمنا ونظرتنا يصير عندنا نقص، يصير عندنا فراغ، يصير عندنا خلل. ليش؟ لأن نفوسنا أمارة بالسوء، مرات نحب ومرات نكره، مرات نبغض ومرات نود، مرات نوالي ومرات ما نوالي. عندنا شوية مسألة ارتفاع وهبوط في هذا الموضوع، عندنا مسألة مد وجزر في هذه الأمور. مرات نحب واحد نصعد السابع سبع، نكره واحد ننزل السابع عرض. عندنا ذني ما ننكرهن. رحم الله والدي ورحم الله على أمه وأبوه اللي يحكي زيناته وشيناته. هذا منطق لازم نتعامل به أنا وياك، أن الإنسان يقول الحق ولو على نفسه. أنه عندنا خلل يصير أحيانا، عندنا خلل في التقييم، خلل في النظرة. اليوم من نجي نشوف أنفسنا، الموبايل شو مسوي، الأنترنت شو مسوي، كثير من الأشياء شو مسوي بينا، نجي نحاسب أنفسنا. وإلا بالله عليك، هو فيسبوك حتى تتواصل ويا الناس، خو فيسبوك ليش يصير بسببة تطلق المرأة، يخرب البيت، تشتت العائلة؟ هل يصير الأبو صار له سنتين ما قاعد ويا أولاده وسائلهم وحاكي وياهم؟ يصير؟ والله ما عندي وقت. شاشو ابن الأوادم 3 ساعات 4 على الفيسبوك، عندك وقت؟ وهذا ابنك بالمدرسة يراد له مراقبة، بالشارع يراد له مراقبة، من يقعد على التلفزيون شي باوع، هاي المرأة يراد لها مراقبة، البنت يراد لها مراقبة. ذولا مسؤولية منه. ليش الله مو قال بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. بس أنفسكم وش قال؟ خلنا سمعك إيش قال؟ وأهليكم. شنو قوا أنفسكم وأهليكم؟ نارا وقودها الناس. هاي النار مو وقودها حطب ترى، لا وقودها أنت، أنت وقود النار يا بني آدم. تدري هذا شي يسوي بالعقل والقلب والروح وشلون يهز الإنسان من أعماقه؟ إذا لما اليوم الجواحد يصرف على التفرج والتفسح والمخالطة، يقعد لو يا واحد قهاوي والله راح تصيرون تاخذون كأس العالم بالنرجيلات، انتم كأس العالم لو يسوون دول مال كأس العالم انتم وبعض مجتمعاتنا ما حد يقصر. اكو امور الانسان ما مخضعها للنظام، ما مخضعها للتخطيط، ما مخضعها للتنظيم. قد حلو لكن اليوم قعدنا فرد واحد مدمن تدخين، مدمن يقولون من 3 باكيتات الى 4 باليوم، لكن كان ويانا كم يوم؟ 5 ايام كان ويانا. الباكيت مال الجيجارة يلف راسه وينام وبعد بي 6 جيجاير سرعة، يعني ايش قد شارب؟ 3/4 الباكيت. هذا مسألة تثير تساؤل، انت يوميا 3 باكيتات وتفتح الرابع. قال له شنو القضية؟ قال لهم لا، اولا انا يم السيد والاجواء كلها طيبة. شوف شوف اكو ناس ترى اكو ناس تنحط على الرأس يا عمي. قال لهم اولا احنا بمحضر، محضر اهل البيت. 2 مجالس وحركة، انا ما محتاج التجارة. قال له لك على هالحال تقدر تتركها؟ قال لهم اذا ظل ويا هاي الوادم شهر شهرين اتركها، إذا أظل ويا هاي هيجي ثلل، هيجي مجموعات، هيجي بيئة أقدر أتركه. يشرب يفتح الباكيت الرابع بالليل، لكن لما حضر 5 أيام بأجواء وطقوس وفرد مناخ طيب، لا ما كمل الجيجارة 18 لمدة 5 أيام. ليش؟ لأن حسب حساب. أكو ناس تنطي اعتبار، أنا رايح للزيارة، أنا رايح للعبادة، أنا رايح أقرأ قرآن. أكو احترام، اجوا للنبي صلى الله عليه واله قالوا له يا رسول الله من نقعد يمك ايش قد نرتاح، ايش قد نهدى، شنو هاي الاجواء يمك؟ بس احنا الروح تتغير علينا الامور. قال لهم لو بقيتم على حالتكم هذه عندي لصافحتكم الملائكه لمشيتم على المال. ليش؟ يم النبي ما ياخذ غيبه، بس يم يروح للقهوه شنو يقرا قران، لو يقرأ دعاء كميل بالقهوة، لو يأخذ فقرات من دعاء بحمزة الثمالي. حاكيني بالله عليك حاكي، خلنا نتحاكي. ليش قلت لك نقطة عتاب أخرى؟ إذن أكو أجواء تساعد على الطاعة وأكو أجواء تساعد على شنو؟ على المعصية. فإحنا إذا نبقى على تقييمنا عندنا نفوس أمارة بالسوء، عندنا هوى، عندنا ميول. اليوم قاعد نمزج الغيبة ونسميها طاعة، نتخذ الغيبة مآرب إنا ناخذ الغيبة وإحنا نسمح لأنفسنا أن نعملها ونمارسها. هذا طبعا غلط. الله لا يطاع من حيث يعصى. ماكو إجا واحد للإمام الصادق سلام الله عليه، قال له مولاي أنا اليوم سجلت لي سيئتين بس شقفتهن ب8 حسنات، فطلعت رابحة من الموضوع. قال له تعال بيحكي لنا، تعال يا الخوارزمي تعال تعال سولف لنا شو مسوي انت. قال له بقيت رمانتين. قال له ايه. قال له لان سيئتين. قال له خوش. قال له صدقت بوحدة 10 حسنات ناقصة 2 8، طيت وحدة الفقير هاي انا كلتها. قال له لا، لا يطاع الله من حيث يعصى، انما يتقبل الله منين؟ من المتقين. قال له لا، هاي المعادلة أنت والناس تعامل بها، بس ويا الله ما تمشي هاي المعادلة أبدا، ما تمشي هيك مقاييس ويا الله ما تمشي. أنا كون أجي أصلي أنت قيمة الصلاة، أصوم أنت قيمة الصلاة، صدق العبادة. فنحن إذا اعتمدنا على تقييمنا ونظرتنا وفكرنا عندنا خلل. يد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. اليوم اكو ايدين قاعد تتكبل وهي حرام تكبل،
وكبدين قاعد تنباس وتتقبل يا حرام. يعني انت اليوم تشوف هذا الفارق الطبقي الذي صنعوه في الناس لعشرة سنين، حولوا الناس إلى واحد عدة مليارات وواحد خبزته ما يلقاه. هذا تدري شنو هذا؟ هذا تدري لو والله لو مو المنبر، لو يجي المعصوم، لو يجينا نبي وإحنا بهذا الحال. لا، يقول أمير المؤمن: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج شاهرا سيف. عشر سنوات إحنا غافلين، حولونا إلى مملوء 100% وفارغ 100%. عنده بحيث يسجن، ينسجن وهو مقتول، ينسجن وهو متهم، ينسجن وهو مختلس، ينسجن وهو مستحق. ثاني يوم غصبا عليه يرضى والما يرضى يطلع. هذا يريد يصير محافظ، غصبا عليك يصير محافظ. هذا يريد يصير وزير، غصبا عليك يصير وزير. هذا يريد يصير رئيس وزراء، غصبا عليك يصير رئيس وزراء. ليش؟ لأن القضية كلها صار تعامل بحسابات وماديات، وأنا وياك أخذ غيبتك وتأخذ غيبتي، أحكي عليك وتحكي علي، أطعن بيك وتطعن بي. التهينا، انشغلنا بذني، وإلى أن هسه احنا أمام واقع. وزير مفروض عليك، طق راسك بالحائط، شو دبات بالشارع سنين مظاهرات. هاي مصر سوت مظاهرة قلبت النازل. ذاك اليوم أنا كنت في بيروت، مظاهرات في بيروت تغيرت الأمور 180. بعض الدول مظاهرات تقلب الموازين. صار هالوادي هسه خضرت بالمظاهرات، خربت المظاهرات، لوثوا المظاهرات، حوروا المظاهرات. ولأسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة. ليش؟ لأنه انفرض عليك شيء غلط وانفرض عليك هذا. شنو هذا؟ حولوا الناس الآن، هاي الأكذوبة تقشر، هاي ما أقدر، الوقت ما يكفي، إن شاء الله باكر نتناول مسألة التقشف بموضوعية، لأن بيني ما بين الله وكثير من العقلاء يآزرون الرأي أنها كلمة حق يراد بها باطل. هاي مال التقشف، تأخذ راتب الكبير وتشبع الصغير وتريد تسويها صراع وتريد تحولها إلى حقود وأضغان، وأنت بدل ما تحل المشكلة وينها ميزانية 2014؟ يلا إن كنت صادقا فأجب الناس. وين الأموال اللي هدرت؟ وين هاي الناس اللي اختلست؟ إيش قد ناس اختلست؟ ثاني يوم تلقى بوظيفة أخرى. هو وزير كذاب حرامي يسرق، عزل من هاي الوزارة، فرد، لبس قاب ثاني، رباط جديد، عدل شعره، حط له وزارة جديدة. شنو سويت؟ شنو سويت؟ تضحك على الناس أنت؟ هيك الناس غشمة؟ جيب هذا تحط هذا، تسكت هذا، وانت يوميا صاير حقل تجارب، يوميا مجربينك برئيس، رئيس وزراء، محافظ، وزير، يوميا مجربينك حقل تجارب، ويتعلمون الحجامة دروس اليتامى، وانت باقي تتفرج، اكو امور مشغول بها. اذا انت يراد لك بعض الاحيان، ليش قلت لك هاي نقطة عتاب ثانية؟ يراد همة، يراد انتباه. نحن الهمة تجينا والانتباه عن طريق أهل البيت. أنا جاي شوف الحسين شي يسوي بينا، هم شوف الحسين شي ينطينا قوة، شوف الحسين شي ينطينا شجاعة. فلذلك خطبت مولاتنا زينب خطبة أرادت أن تنبه الناس لعظم الجريمة يرحمكم الله، لعظم الجريمة من جهة ولعظم الذنب من جهة. لأنه إذا أنا وياك ما نشعر بالتقصير، ما نشعر بالذنب، ما نشعر بالملامة، ما نقدر نتحرك أبداً. هاك الأب، الأب إذا ما يشعر بالتقصير ثاني يوم يتقاعس عن أن يجيب الخبز لبيت، يخدر، يتعب، يصير عنده فتور. بس إذا يصير عنده شعور بالتقصير، لا، تلقاه قاعد مغبش من الصبح يريد يسد جوعة عياله. فلذا احنا النقطة الثانية احفظها وياي، احنا بحاجة الى تقييم المعصوم بهذا الموضوع. المعصوم يحط لنا النقاط على الحروف، المعصوم يخلينا نندل طريقنا ونعرف راسنا من رجلينا ونمشي عدل. دائما بحاجة احنا على المعصوم، لان الله خلاه وتد في الارض، الله خلاه مش على النور، تستهدي الناس بنوره فتمشي على طريقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، من القائل؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. رحمة الله عليه ورضوان الله عليه وسلام الله عليه. دعبل الخزاعي يقول أئمة عدل يقتدى بفعالهم وتؤمن منهم زلة العثرات. أمن أروح لك فدوة فرضة وشعيرة جبتها، فرضة وشعيرة عدل. بعض الأحيان نحكي على يزيد نحكي على معاوية ويقوم لك واحد يسوي الصلوات المهمة تدري. شوف هاي شلون جابها عدلة، شلون موفق، هذا جابها تمام. واحد يراد شوي ها يربط الحلقات، يربط الحلقات وينتبه. بعض الأحيان هاي ينزلوها ببعض المقاطع وهي مو بمحلها، كلش مو بمحلها. فرد موقف مو مال صلوات، فرد موقف يعني سلبي، فرد موقف هيك يعني حكاية مو زينة، وتشوف الصلوات تقوب علي من الصلوات المن صارت ما تدري. لكن هذه إشارة على الفطرة، هاي الإشارة على الفطرة، بينت الفرضة والشعيرة الهدف الصحيح والتقييم الصحيح. فنحن بحاجة إلى كلام المعصوم. شوف المعصوم من إجا يوصف يوم عاشوراء، الإمام الرضا شنو قال سلام الله عليه؟ إن يوم الحسين أقرح جفوننا. هاي مو دمعة، هاي سيف، هاي مو دمعة خنجر، هاي مو دمعة رمح تشق الجفن. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. خاف تبكي لك يوم يومين وتسكت؟ لا، ما سكت البكاء عند المعصوم أبدا. إمامك زين العابدين سلام الله عليه 35 سنة ما وضع له طعام أو شراب إلا وابتل بدموعه. شنها؟ شلون وصفها؟ حتى قال له أبو حمزة سلام الله، أبو حمزة قال مولاي أما آن الأوان مكاف. أقرح جفوننا أسبل دموعنا. أعتذر من صاحب الزمان، يقول الإمام رضا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. لا توقف أبدا، لا هوادة. فلذلك قالت مولاتنا زينب في تقييمها وهي من أهل بيت العصمة، ويقول الراوي كأنها تنطق عن لسان أبيها. كان علي بن أبي طالب واقف ويحكي، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم، وأي كريمة له أبرزتم، لقد جئتم شيئا إدا. هذا أخطر شيء، يوم اللي ادعوا أن عيسى هو ابن الله وادعوا الشريك لله، القرآن شنو قالهم؟ لقد جئتم شيئا إدا. اقرأ القرآن، لأنكم جئتم بشيء شديد قوي. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذا الوصف زينب سلام الله عليه. ليش ألقته؟ باكر نشوف تفاصيله بإذن الله، باكر نسمع مرة أخرى ونشوف الأسباب اللي خلت زينب سلام الله عليه تكلم الناس بهذه اللغة. لأن شخصت أكو جريمة عظيمة وما حد مشخصها، أكو عدم شعور بالذنب، أكو خطأ بالمجتمع، وإلا وشلون يتسلط الظالم؟ شلون يجي الإرهاب؟ شلون يجي التكفير هو يتحكم بمقدرتك؟ اليوم شبابنا قاعد يرصدون وهم في معارك بيجي وجبال حمرين، في كل ليلة أكثر من 100 سيارة اسمها تريلة تنقل النفط إلى جهات مجهولة، أكثر من 100 سيارة في الليلة وتنباع وتقبض أموال. هذا من يسلط عليك؟ هذا جهيتي وانت تصلي وانت تصوم والمؤمن مبتلى؟ إجا لا لا لا، هذا إجا بأسباب، هذا إجا بمقتضيات، هذا لو ماكو علة ما يصير. كيف ما تكون
يولى عليكم. الناس هم اللي يصنعون الظلم، الناس هم اللي يصنعون الظالم، الناس هم اللي يهيئون الفرصة للظلم وللظالم. فأجت زينب بعتاب، بعتاب، قالت لهم لقد جئتم شيئا عدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الأرض، تنشق الأرض وتخر الجبال هكا، لقد جئتم بها شوها خرقاء. قضية ما يلبس عليها ثوب، قضية عظيمة كبيرة. هذا الظلم، قالت لهم أفعجبتم من مطرة السماء؟ مصيبة. قريت لك بالبداية: وشاطرت الأرض السماء بشجوها، فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد. شنو هتاف زينب كان يوم العاشر؟ شنو هتافها؟ ومحمدا. شوف هتافها ومحمدا، حتى تنبه الأمة. وصاحت على عمر بن سعد: إيه عمر، أيفعل ذلك بأبي عبد الله وأنت تقف وتسمع وترى؟ داست الخيل على صدر العز، والمجرم عبيد الله بن زياد هو الذي طرد ذلك. شنو؟ لما وصل خبر مقتل الحسين، بعث رسالة سريعة إلى عمر بن سعد، قال: انتخب 10 من الفرسان الخيالة واليهود صدر الحسين. شو المصيبة هذه؟ وشوف عمر، هو عبيد الله شو يقول؟ اسمع كلامه: وإني أعلم أن الإنسان إذا مات لا يضره ذلك، إني موت بعد ما يضره، ولكن لأني قلت هذا هو الحقد، هذا هو الحقد الذي خرج يوم العاشر من محرم. شفت؟ نقاتلك بغضا لأبيك. لذلك صاحت بصوت عالي: ومحمدا يا جداي يا ماما، صلى عليك مليك السمايا. هاي زينب تقرأ المقتل، هاي زينب اللي تحكي المصيب: صلى عليك مليك السمايا، هذا حسين بالعرى مسلوب العمام. هذا حسين بالعرايا مسلوب العمامة والردايا، وقفت على التل هتفت نور عيني يا حسين. أخي حيا فأدركنا. ليش؟ هذه الخيل قد هجمت علينا. أخي وإن كنت ميتا فأمرك وأمرنا إلى الله. يتقرن خوات حسين من خيمة لعت خيم، يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة. اسمع لزين: هاي تقوم هاي تطير. انت شايف المرأة، مرأة وتركض بعبايتها والنار داير ما دايرها، واحد لازم له صوت، واحد لازم له رموح، واحد يسب، واحد يعرف. هاي تقوم هاي تطيح، هاي تقصد الخيمة. وويلا، لذلك زينب الصاحت: خويا يا عباس على بختك، على بختك، على بختك، ترى خبرك ترى عهن شافت اختك. تقبل
تقبل يا قمر عدنان ذاتك ذاتك تنام وسلم العسكر خواتك يا تنام وسلم العسكر يا النهار ملفوف والله جيت ولقيت العلام على النهار يا 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 ارميل تقول زينب بعدهم بعدهم يا حيف الدهر خوالي بعدهم وطوفا من بلد لاخر بعدهم هايهم اريد اشكي وبعد هم بعدهم المتل والصوت والمطبوع يا حسين اما ترى آه يا حجيل هاي أبو فاضل مكتفات على الهزل مكتفات على الهزل لا محامي ولا شبل مكتفات بلا محامي اليوم نقرأ قعدية وباكر هم نقرأ قعدية أريد إيدك وصوتك آه يا حجيش المات هاي أبو فاضل وصوتك آه يا حجيش المات هاي أبو فاضل اسمعني كتفات على الهزل بلا محامي ولا شبل جت الفات على الهزل بلا محام هاي ابو فاضل خواك هاي ابو فاضل اي والله هاي ابو فاضل وينها ايدك وينها هاي ابو آه يا حجي الشماتة آه يا حجي الشماتة هاي أبو فاضل خواتك روح فدوى صوتك آه يا حجي إيدك إيدك وجه هاي أبو فاضل خواتك جتفات على الهزل جتفات على الهزل بلا محامي ولا شبل جت الفاتح هاي ابو فاضل هاي ابو فاضل وويلاه هاي ابو فاضل بعد شباب هاي ابو فاضل اي والله صرخة العراق صرخة العراق آه يا حجي هاي أبو فاضل آه يا حجي آه يا مكتفات مكتفات على الهزل بلا محامي ولا شبل
جت القاطع للنزل يا محامي ولا هاي ابو فاضل هاي ابو فاضل خواتم حنا حنا هاي ابو فاضل اي والله هاي ابو فاضل خواتم هاي ابو فاضل اريد منك بعد تعيدها ونهديها لابنائنا بالحشد الله ينصرهم حتى اقرا لك النص ايدك ارفعها ايدك انت ها مجرب انت مجرب يا حشد هاي هاي ابو يا مجتفات لا محامي لا محامي ولا شبل مجتفات لا محامي حنا حنا ويا هاي ابو فاضل خواته هاي ابو اسمع النص ارجوك تقول لي يا ابو فاضل يا ابو فاضل شرد اسولف واحكي واشرح حالتي شرد اقول لك يا وصيه البيها وصت عمتي هامتي كانت تلالي هسه طخت هامتي ودمعتي كانت عزيزة هسه رخصت دمعتي عظيمة لو مو عظيمة ودمعتي كانت عزيزة هسه رخصت دمعتي علينا عم تفرجت الأعاد تشمتت والدمع من دم يهل مكتفات على والدمع من دم يهل مكتفات على منهي هاي ابو فاضل اي والله هاي يا حكي الشماته يا حكي الشماته ايدك نازله ايدك هاي ابو فاضل هاي ابو فاضل يا حكي هاي ابو فاضل مكتفات مكتفات يا محامي يا محامي ولا مكتفات وويلاه هاي ابو فاضل هاي ابو فاضل اي والله هاي ابو تكسر الظهر افهمها على حب ابو الفضل قيل له ترى ما جيتك هيج ولا جيتك اكو ثمن كبير دفعته كبير يلا اجيتك يا ابو فاضل من اجيتك جيتك وعفت الخدا ترى ثمن الطلعه ابو فاضل ثمن الطلعه شنو خدري كان وخدر زينب هو ابو فاضل ابو فاضل هو خدر زينب يا ابو فاضل من جيتك جيتك وعفت الخدر بالضعينه وشرد اقول لك صار حاديهم شمل ثقيل هذا الحكي ثقيل يا ابو فاضل من جيتك اي نوح 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 طلعها من قلبك نوح زينب يم عبيد الله بن زياد نوح يا ابو
فاضل من جيتك جيتك وعفت الخدر بالضعينة وشردك لك صار حاديهن شمر عمي بالكوفة عفتهن ابولية عداك وزجر ومن ارد الهن ومن ارد ارد الهن شقول وياه تتقبل عذور بالخراب بين وميك اسمح وجاوب للنوم بالخراب بين وميك تنحب عيال الزجير بالخراب بين وميك تنحب عيال الزكية من البواكي ما تمل مكتفاتة من البواكي من البواكي منو منو هاي 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 ابو فاضل خواته هاي صوتك آه من حكي شماته هاي ابو فاضل هاي ابو فاضل مكتفات مكتفات يا ابو حامي يا محامي مكتفات هاي ابو اي والله هاي ابو فاضل بئت الدعاء واسالك الدعاء لخادم الحسين عباس القرغلي الناصري عمي الامام زين العابدين يحاكي عمي وصلتني سكينة وحلفتني بحيدر عمي وصلتني سكينة وحلفتني بحيدر اقصد العباس قل له شو واعداني وذكر اقصد العباس قل له اشوا عدان وذكر بيوم دك صدر الي وقال ما عوف اشتغل بيوم دك صدر الي وقال ما عوف اشتغل قل لي يا عمي سكينة كتفوها على الثر شادينها بالحبال تقول قل له يا عمي سكينة كتفوها على الثرى منا ما أقبل عذوب والرممتون الشمس حنا سويها هاي يا ابو فاضل
جرحى الأبناء أنا هاليومين جرحى ويراد لهم دعاء فنعيدها إلهم الجرحى أنا نعيد هذا المستهل بس أريد إيدك وصوتك آه آه يا حجي هاي مفامل هاي حسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم عجل لوليك الفرات اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة إلهي من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكره اللهم انصر أبناءنا المقاتلين نصرا عزيزا ثبت أقدامهم اجعل القوة في قلوبهم يا رب العالمين من كان مريض أو عنده مريض ممن أوصانا بالدعاء والمنظورين ومن عليهم بالشفاء والعافية يا الله اللهم اقض حاجة كل محتاج المحرومين من الذرية فرح قلوبهم بحق عيال الحسين أطلق صراح كل سجين مظلوم فك كل أسير مظلوم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا اطلبوا حوالجكم نسألكم الدعاء وغدا إن شاء الله نلتقي على خير مجلسكم ساعة 7:30 إن شاء الله نسألكم الدعاء لنا ولوالدينا الله يوفق الساعين والمؤسسين وجميع العاملين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين بل لهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة